فقد موس طويلا عن أخته أوروبا في كل مكان، قطع مسافات طويلة وجاب البحار ووصل إلى جزيرة سانتورين في اليونان. وفي هذه الجولات قام قدموس بتعليم أهالي هذه المناطق الأبجدية الفينيقية. السلام عليكم. وعليكم السلام. خيرا؟ أنتظرك. جئت أعرفك على رجل فينيقي جاء حاملا معه حروفا من الأبجدية الفينيقية. فكرة معقولة. أهلا بكما. أين هو؟ تفضل يا قدموس. هيا بنا لندخل القاعة. هيا. أطلق اليونان اسم فينيقيا على المكان، والفينيقيين على من سكن هذا المكان، وكانت حدودهم الساحل المتوسطي، أي من الجبل الأقرع في الشمال حتى حيفا في الجنوب. وهم شعب حضاري علموا أهل الغرب الألفبائية وبنوا المدن والممالك أرواد، صور وقرطاج، وابتكروا صناعة السفن، وكانوا بحارة ماهرين اشتهروا بالتجارة والعلاقات الحضارية مع ممالك حوض المتوسط. وعملوا بصباغة الأقمشة باللون الأرجواني وصناعة الزجاج، وفنون النقش على العاج والأحجار الكريمة والمعادن، وأسسوا إمبراطورية كبيرة، إلا أنها تعرضت للغزو الآشوري ثم البابلي والفارسي. وغزا المدن الفينيقية الإسكندر ثم الرومان. وكان الشاعر اليوناني هوميروس قد أشاد بمهارة فناني صيدا ووصفهم برجال حذق ومهارة في الأعمال اليدوية الدقيقة.
بعض رموز اللغة الفينيقية ويقابلها في اللغة العربية ألف باء جيم. نعم، ألف باء جيم. استخدمت الأبجدية الفينيقية من قبل شعوب الساحل الشرقي لحوض المتوسط، واستمر استخدامها حتى نهاية القرن الأول قبل الميلاد، كما أنها استخدمت في كتابة أغلب اللغات السامية الشمالية الغربية. ورد اسم جبيل عند المصريين، وتحديدا في رسائل تل العمارنة باسم كبني. أما في نصوص بابل فوردت باسم جبلة أو جبلة، وأطلق عليها الإغريق اسم بيبلوس لعلاقتها بالورق والكتاب. ومعنى جبيل بيت ابن كبير الآلهة الكنعانية، واشتهرت هذه المدينة بالتجارة وصناعة السفن. يقول تسيركن في كتابه الحضارة الفينيقية إن أقدم الآثار الموجودة في إسبانيا هي آثار كنعانية ولم تقم على آثار أخرى، وأن تاريخ التواجد في إسبانيا هو بالألف ومئتين قبل الميلاد. هذا واحد. واسم إسبانيا ليس اسما لاتينيا ولا اسما يونانيا ولا جرمانيا، هو اسم كنعاني، هذا ما يقوله سيركن. وجذر كلمة إسبانيا من سبنة، سبنة تعني حاصرة، السفينة في الأكادي اسمها سبينة ثم أبدلت إلى سفينة، فكل ما هو محاصر. لسبينة لدينا جانب دمشق محاصرة بالتلال، وكان فيها مرصد فلكي، من شروط هذا المرصد أن يكون محصورا. وأما اسم الأندلس قد يستغرب البعض، فهو اسم من قبائل فاندال، فاندال، فاندالوس، أندلس. هذه أول حقيقة. اثنين، قلنا بأن كلمة فينيقي، كلمة فينيقي لو بعث أحد الكنعانيين من قبره وقلنا له أنت فينيقي لوقف أمامنا فاغر الفم كأن الكلام لا يعني. في النقوش سموا أنفسهم بني كنعان، بني كنعان. الكتابة الهيروغليفية شهيرة بالاختزال والتعمية، فوجدناها بني كنعان وبني كنع وبني ك، ذهبت إلى مصر فأصبحت بأسلوب التعمية فينيخو، ذهبت إلى اليونان أصبحت فينيكوس، ذهبت إلى روما أصبحت بونيقي، بي اتش بونيقي، ثم اختزلت إلى بوني. أتتنا للمنطقة آنيا بالسرياني، معنى فينيقي أي متحضر، نعم كما أقول فلان باريزي يعني أنيق في لبسه، إذن فعلا فينيقي متحضر، فهو مدلول وليس بأساس. وجدت نقوش وكتابات متفرقة في المواقع الأثرية الساحلية، كنقش أخي ميليك الذي عثر عليه في جبيل ويعود للقرن العاشر قبل الميلاد، وهو مشابه حروف الأبجدية في كريت اليونان. ونقش كيلامو الذي تم العثور عليه في موقع زنجرلي شمال سوريا ويعود للقرن التاسع قبل الميلاد. ونقش أسيتيد في قرطاجة.
ونقش تبنيت أشمون عزر الذي عثر عليه في صيدون، ويعود للقرن الثالث قبل الميلاد. وتبنيت هو كاهن عشتار ملك الصيدونيين. ثم جاءت من بعدها نقوش وكتابات متطورة أطلقوا عليها اسم البونية، وتعني الفينيقية التي كتبوها بخط سلس ورشيق. حيد، طيط، لام، طيط، لامد، نون، كاف، سامخ، لامد، حاء، حاء، طاء، 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 ياء، ياء، كاف، ك، كاف، ك، لام، لا، لام، لام، ميم، مي، ميم، ميم، نون، نو، نون، نون، سين، 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 سين. يطلق اللبنانيون وأهل قرطاج على أنفسهم اسم الفينيقيين، والأبجدية هذه عثر عليها في مدينة جبيل اللبنانية على تابوت أحيرام ملك جبيل. والأبجدية هذه تعود إلى القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد، أي بعد أبجدية أوغاريت، وهي مؤلفة من 22 حرفا: أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرشت. وجميع الحروف ساكنة وتكتب من اليمين إلى اليسار أفقيا عكس أبجدية أوغاريت. نأتي إلى التأثير. عندي تأثيرين، الأول لغوي والثاني كتابي. قالوا لنا بأن أساس الكتابة اليونانية أساس الكنعاني، وأن اللاتيني أخذتها من اليونانية. نقول لا، اليونانية أخذتها من الكنعانية، كما أن اللاتيني أخذتها من الرسانية، الكتابة التوسكانية لهم أسماء متعددة، توسكاني، أني لا تحضرني باقي الأسماء، إتروري، أسماء، وهم الذين عمروا روما. روما ليست لاتينية، واسم روما البناء رام العالي، وروما هي العالية، وهو اسم رساني حسب الكتابات التوسكانية، سموا أنفسهم رسانة. إنما أخذوا الأبجدية، هنا الوقفة على الأبجدية، أخذوا الأبجدية الكنعانية وكتبوها، بدل ما يكتبوها من اليمين لليسار كتبوها من اليسار لليمين. هذا الخلاف، ثم أخذ اللاتين عنهم. هذا واحد. الناحية اللغوية، هناك كتاب صدر منذ 15 عاما مجلة المعرفة الكويتية نشرته، اسمه اللغة والهوية لجان جوزيف. جان جوزيف كاتب انجليزي، كلهم يدعي وصلا بليلى بأن لغتنا نحن اللي أخذنا عن مين، أخذنا عن السلت. السلت قبائل هاجرت سكنت جنوب الدانوب وشرق الراين إلى انجلترا، كلهم يقول أنا من السلت، أنا من السلت. فأخذوا لغة السلت وبحثوا فيها. يقول جان جوزيف إن كل 9 كلمات من السلتية القديمة هي كلمات كلدانية عربية. هذا موضوع، تكلمنا عن الخط، تكلمنا عن اللغة، موضوع الحرف الرقم العربي، الأرابيك نمبر. الرقم العربي عبارة هو فكرته دائرة لها قطرين، 1 2 3 4 5 6 7
8 والتسعة بالأخير 00. هي فكرة الأرابيك نمبر. يقول المؤرخ هيرودوت: هؤلاء الفينيقيون جاءوا مع الرجل قدموس، وجاءوا بالحروف الأبجدية إلى بلاد اليونان. الإغريق. من هو قدموس؟ هو ابن أجينور ملك صيدا الفينيقي كما تذكر الأساطير الإغريقية اليونانية، وهو شقيق أوروبا التي خطفها زيوس كبير الآلهة الإغريقية. الذي ظهر لها بهيئة ثور أبيض وخطفها إلى مملكته اليونان، وأطلق على هذه البقعة اسم أوروبا على اسم أوروبا زوجته. تقول الأسطورة إن أوروبا أميرة فينيقية جميلة جدا كانت تتمشى على شاطئ البحر مع صديقاتها. شاهدها الإله زيوس اقترب منها أكثر وركع بقدميه واقتربت منه حتى إنها جلست على ظهره، ثم ركض الثور باتجاه البحر وهي تصرخ، ونظرا لسرعة الثور بقيت متمسكة بقرنيه حتى وصل إلى اليونان. ثم استعاد الإله زيوس شكله وأغراها وتزوجها وأنجب منها 3 أطفال. بعد البحث الطويل من قبل قدموس وإخوته، وبعد جهد كبير، وصلوا إلى جزيرة سانتورين في اليونان، وتابعوا بحثهم كبحث جلجامش عن نبتة الخلود. تروي الأسطورة بأن أخاها قام بالجولات في الجزر، ونسبوا لقدموس تعليم أهل المنطقة الأبجدية الفينيقية. وبعد عناء طويل ووفاة الأم، قرر قدموس عدم العودة إلى صور إلا ومعه أخته أوروبا. وتعني هذه القصة أن الفينيقيين نقلوا الحرف والكتابة والأبجدية الفينيقية إلى أوروبا، وتخبرنا هذه الأسطورة بحركة الأحداث التاريخية والجغرافية والحضارية، وكم قد ألهمت من فنان رسم ونحت الأميرة والثور، وظهرت رسومهم على الفخار والفسيفساء واللوحات، وتوجد معظمها في متاحف العالم. هل اللغة الفينيقية محكية؟
أحسنت، تفضلي. نعم، كانت شعوب الساحل الغربي من فلسطين وبعض مدن الساحل السورية واللبنانية يحكون بهذه اللغة، ثم انقسمت إلى البونيقية، وهي لهجة من اللغة الفينيقية التي انتشرت على طول الساحل المتوسطي. وإلى المؤابية، وهي اللغة المحكية في بلاد مؤاب. وإلى العمونية، وهي اللغة المحكية في المملكة العمونية التي كانت قد نشأت شرق نهر الأردن. هيا بنا يا قدموس، سأساعدك بالخروج من هنا لتتابع بحثك عن شقيقتك أوروبا. خذ هذه اللوازم. تفضل. مع السلامة. إلى اللقاء. هل كان في فينيقيا نظام حكم؟ نعم، كانت كل مدينة فينيقية لها كيان سياسي مستقل يحكمها حاكم، وكانت جميعها تتبع إلى الملك. وتميزت المدن الفينيقية بنظام سياسي واجتماعي واقتصادي. وبالتأكيد فإن قدموس قد نقل الحروف الفينيقية إلى أوروبا.